وذلك في مدينة الرقة وبمشاركة أكثر من 1000 مندوبة وضيوف وضيفات ممثلات عن الحركات والتنظيمات النسائية والشبابية ومجلس سوريا الديمقراطية ومجلس المرأة السورية والإدارة الذاتية لإقليم شمال وشرق سوريا ووحدات حماية المرأة والأحزاب السياسية وعوائل الشهداء والشخصيات المستقلة حيث بدأ المؤتمر بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً وإكراماً لأرواح الشهداء تناهى إلقاء كلمة اللجنة التحضيرية والكلمة الترحيبية ومن بعدها تم قراءة التوجيهات السياسية والتنظيمية لمجلس المرأة العام وقراءة برقيات التهنئة الواردة إلى المؤتمر وبعد المصادقة على الديوان تم قراءة ومناقشة التقرير التنظيمي على مدار عامين لتقييم وضع المرأة وكيفية مواجهة التحديات والعوائق إن كان على الصعيد الاجتماعي أو السياسي أو الحزبي وأهمية تنظيم المرأة في التحول الحزبي والارتقاء به للوصول إلى كل امرأة وكما تم خلال المؤتمر مناقشة التعديلات التي أجريت على النظام الداخلي لمجلس المرأة العام وتم المصادقة عليه عقد اليوم مجلس المرأة العام لحزب سوريا المستقبل وبعد مرور عامين مؤتمره الثالث في ظل الظروف الصعيبة التي تمر بها البلاد والتي حولتها إلى ساحة صراع دولية وأقليمية أدت إلى سيطرة التنظيمات الإرهابية على أجزاء منها مما شكل تهديدا لوحدتها واحتلال بعض المناطق من قبل دولة الاحتلال التركي واستهدافها المستمر لإقليم شمال وشرق سوريا الذي يعتبر المنطقة الأكثر أمانا للسوريين وأمام كل هذه التعقيدات الموجودة وكحال الخروج من الأزمة السورية اعتمد مجلس المرأة العام منذ التأسيس على ضرورة وحدة السوريين والسوريات وفقاً لرؤية وتوافق مشترك عبر أساس الحوار السوري السوري وتبني استراتيجية وطنية للحفاظ على وحدة سوريا أرضاً وشعباً والتمسك بالهوية الوطنية الجامعة وبناء سوريا ديمقراطية تعددية لا مركزية وبذلك أحدثت المرأة السورية عبر ثورتها الديمقراطية تحولاً اجتماعياً وسياسياً وحققت إنجازات ومكتسبات على كافة الأصعدة لإرساء أسس الحرية والعدالة في مواجهة السلطة الدكتورية والرأسمالية وبالرغم من جميع التحديات التي واجهت المرأة السورية إلا أنها لا تزال مستمرة في عملها ونضالها الدؤوب للحفاظ على الإنجازات والمكتسبات التي حققتها بفضل شهيدات الحرية كالشهيدة هبري خلق نادية الخشان الأم عقيدة جيان طولهدان ورفيقاتها زينب صاروخان، زلال خالد، هند وسعدة، جينا آميني، روجبين عرب، ناكيهان، يسرى درويش، ريحان شويش وغيرهن، اللواتي أصبحن لنا منارة نمضي قدما في دربهن، بتصميم وشجاعة لتحقيق الحياة الحرة والكريمة. وعلى هذا الأساس نرفع للرأي العام المحلي والعالمي توصيات ومخرجات مؤتمرنا هذا، والتي تعد من أهم النقاط التي تم الاتفاق عليها. متابعة ملف قضية الشهيدة هبري خلق بهدف إحالته إلى المحاكم الدولية لمحاسبة مرتكبي جرائم الحرب. العمل من أجل إنهاء كافة أشكال العنف الممارس ضد المرأة. ضرورة العمل بوعي وتنظيم في المجال السياسي والاجتماعي النسوي من خلال تطوير السياسات الحزبية والخطابات الوطنية السورية. العمل على رسم استراتيجية سياسية نسوية ضمن ميثاق العقد الاجتماعي وخارطة طريق مجلس سوريا الديمقراطية. نشر أفكار وأهداف حزبنا للداخل السوري ليترجم كبرامج عمل مستقبلية وكقوة سورية وطنية يتمتع تحت ظلها كافة المكونات المجتمعية. دعم التظاهرات السورية في كافة المناطق السورية سواء في السويداء أو درعا أو أي منطقة تطالب بالإصلاح السياسي والاقتصادي وانتهاج اللامركزية كحل الأزمة السورية. الرفع من مستوى العمل الدبلوماسي عبر توسيع وزيادة الأنشطة والفعاليات السياسية والدبلوماسية في دول الشرق الأوسط والعالم. نتيجة للهجمات المستمرة على مناطق شمال وشرق سوريا من قبل الدولة التركية، واجب على جميع النساء السوريات أن تحمل على عاتقها إفشال هذه المغامرات عبر البيانات والوقفات الاحتجاجية والمسيرات النسائية. تنظيم وتفعيل دور المرأة الشابة باعتبارها قوة أساسية لتطور المجتمع. تعزيز البرامج التنموية ودعم المشاريع الاقتصادية للارتقاء بواقع المرأة. العمل على دعم وتطبيق العقد الاجتماعي للمرأة
وذلك عبر السهول القانونية والتوعوية والاجتماعية وفي كل مجالات الحياة. تعزيز وتمكين قدرات المرأة السورية لتفعيل دورها في العملية السياسية في مواقع صنع القرار، التأكيد على